السلام عليكم، مرحبا اخوان. الحمد لله، اليوم راح نعمل سبلاي بهذا النوع من الاوسيليتر اللي هو سيئة 900 و 901، يعني بقطع يعني سهلة جدا. اوكي، هذا واحد. نضيف محول من هذا النوع، يعني محول او تشوبر. نضيف كذلك بريدج دايود، يعني موحدة. نضيف مكثف كبير 400 فولت 33 مايكرو او 47 مايكرو. نضيف يعني لدائرة الصنبر او دائرة المسيدة، نضيف بي سي سكاو 200 فولت. نضيف مكثف 50 فولت يعني حوالي 47 مايكرو، واثنين دايدات سريع اي اف 4007 او اف ار 107. يعني اول حاجة نلصق الشوبر هكذا نحول. اوكي، الان يعني بعد الربط، الحمد لله هاو الربط اشتغل نظامي ان شاء الله. هعطيكم عملية الربط كيف. بالنسبة للربط، الربط يعني نذهب من جهة المدخل، يعني من جهة الحار. عندنا هنا بريدج دايود، عندنا كاباسيتر. الموجب تبع الكاباسيتر على دايود تي في اس دايود، هو او تحطون هنا تحطون دائرة سنابر. انا حطيت يعني تي في اس دايود، وحطيت معه يعني من الدرين من مدخل الموسفت يعني على المحول، حطيت هنا دايود سريع متلاقي مع التي في اس دايود. اوكي، هذا مباشرة الى يعني الموجب بتاع 300 فولت، ونحط موجب اخر يروح مباشرة الى المحول. يعني هذه اول شغلة على الحار. الشغلة الثانية، نحطون الملف المساعد. هذا الملف المساعد لما يعني عملنا توحيد للموجب تبع اليوسي، هذا الملف مساعد مع مكثف صغير، وهنا مقاومة البدء اللي هي ستارت اب فولتج، تجين من 300 فولت الى موجب المكثف الصغير مع تلاقي الدايود ريكتيفاير، والسالب مع نفس السالب، يعني سالب واحد. اوكي، وحطينا السالب هذا الخيط يعني الجراي الرمادي الى سالب المحول. اوكي، الان خلصنا. الان راح نعمل نحط هذه الدارة على هذه الدارة. اوكي، قبل ما نحط راح نكمل شغلة. ايش راح نعمل؟ الجهة الملف الثانوي عندنا دايود ريكتيفاير، وعندنا مكثف يكفي. نروح على جهة تحت المحول، فيه كتير جهود، نروح جهة 12 فولت. يعني بعد التجربة هذا المحول فيه آخر رجل رجل 12 فولت. أوكي، الآن حنحط الدارة ويلا بسم الله. هاي والله، الآن بعد التركيب هذه الدارة نفس الدارة بعد التركيب، عدنا هنا الأخضر يروح مباشرة على الرجل للجيم من الملف المساعد، يعني تحطها مباشرة على زائد المكثف الصغير اللي فيه ستارت اب وتوحيد او دايود ريكتيفاير للملف المساعد اللي يغذي اليوسي. الاسود الى السالب مباشرة. اوكي، الاحمر يروح على مباشرة الى رجل اللي تروح على درين المحول، يعني المحول فيه رجل يعمل فيها تقطيع. اوكي، الجهة الثانية عندنا السالب هو الأبيض، والموجب أو الأصفر نحطه على الخرج. يلا بسم الله. خلاص ما سيبهم بي سي بي قدامنا. السلام عليكم، الحمد لله. يعني بعد التشغيل اشتغل نظامي ما شاء الله، يعني سبلاي 12 فولت ستيبل ما شاء الله نظامية. احنا حنشوف الان كم يعطينا يعني اللود تبع هذا
يعني كم يعطينا تيار، اوكي؟ راح نشوف نسحب التيار من هذا السبلاي ونشوف كم يعطينا تيار، اوكي؟ يلا بسم الله. السلام عليكم مجددا. الان راح يعني نحاول نحط لود، يعني نحط شارج على هذا. يلا الان انا اصعد، يعني الان هو يخرج 200. نصعد نشوف هل 500 ملي. زيد شوي الآن، حوالي 1 أمبير. صعد شوي. 1 ديركت 1 أمبير. حنحاول ان يعني نزيد درجة الطاقة. نحاول الان يعني نصعد شوي في التيار، بيعطينا يعني حبسنا في 1 أمبير. ستارت. هاي 1 أمبير والجهد يعني ممتاز. يلا زيد شوي، الجهد ما يتغير. 1 أمبير، 1.1. نشوف هل الدارة تتحمل هذه قوة، يعني كم المحول يتحمل هذا. تطلع بيها 3. انا اشتغل عندي 2. احنا نحاول نطلع 2 أمبير، يعني حسب الجهاز اللي تبعنا في حوالي يعني الماكس 2 أمبير. اطلع. لو تلاحظ الجهد يعني خلاص. الان شوف اللامب الان يعني تعمل بروتكشن. نقص فين الولد؟ تعمل بروتكشن في 2 فولت. اوكي نعاود. يعني هذا المحول يتحمل، لحظة صيفة، يتحمل شوف يعني الإنارة اشتغلت، يتحمل حوالي 1.8 أمب. ممتاز يعني الدارة هذه ممتازة. طفي. شكرا. إن شاء الله تكون يعني الأمور بسيطة وسهلة، والتوفيق للجميع إن شاء الله.